بفقرة دي بيت بحلقة اليوم منستقبل سوا المخرجين ريندا لقداح، فادي حداد، وجاد شويري. أهلا وسهلا فيكم بحلقة اليوم من ميراك ستار The Countdown. جاد، مرشح السنة عن كليب غريبة هالدنيا للفنانة نوال الزغبي، برأيك شو بيميز هالكليب عن غيره من الكليبات للفنانة نوال الزغبي أو عن غيره من الكليبات اللي اشتغلت عليها؟ تصور الكليب كل كليب بيتميز بالأول شيء بالغنية، بعدين بالفكرة. يعني هون كانت فكرة استعراضية سامبل، بذات الوقت أنا انطلقت من كلمة معبود الجماهير لنوال الزغبي، وحسيت الغنية بترجعنا لبدايات نوال، يعني بهاللون اللي هيك شوي فيه غنية هي تركية على باز. دونك حبيت ارجع لمود الليالي والدلعونة، بذات الوقت بنظرة جديدة. يعني بتصور هيك نوال كانت عم بتجدد حالها معي، وبالنسبة لألي أنا كمان كان كليب ببيجي منيح، كان فيني يعني فكر بطريقة شوي كبيرة، وكان في معي أكيب كمان كتير حلوة، كل العالم من أهم البروفيسيونال بالعالم العربي، مشان هيك طلعت نتيجة شوي إنه سبيسيال. فادي، تبعت الكليب؟ أكيد. شو اللي عجبك بهذا الكليب؟ حبيته، يعني دغري الشغلة الحلوة أو كليب الحلو دغري بيلفتك، الألوان كيف مطلعة، شو ملبسة الدانسرز، سمول ديتيلز، يعني تياب الدانسرز، كريوغرافي تبعهم، يعني متعوب عليه. مش إنه يعني حدا بيعمل ديكوريشن غير ما ينزل حيالله مطرح طبيعي يصور، ف يعني إذا كليب مشغول لازم تقولي عنه حلو، يعني ببين دغري على الشاشة. وكليب كمان اللي اشتغلت عليه أغنية كبدبد للفنان ملحم زين، كمان شو بيميزه يمكن عن غير من الأعمال اللي اشتغلتها أو غير كليبات للفنان ملحم زين؟ هذا بيعذبنا لنعمله، يعني لأنه عندك خمس دقايق ونص بس، ما في شيء ريل، يعني كله جرافيكس، كله كروما، يعني نحن عم نحط الباك جراوند، فبيعذبك كثير من ناحية الإضاءة تبعه، تنفيذه، الجرافيكس بتاخذ شهر شهرين شغل، فبيعذبني غير اكثر من اي كليب ثاني ديكوريشنز او لوكيشن بالطبيعه. بيعذبك كثير لتنفذي، لانه منك شايفه شيء قدامك، عم تخلقيه كله، فبفتكر هيدا لازم ياخذ حقه شوي السنه. نتمنى لكم التوفيق اثنيناتكم. ريندا، اذا بدنا نسالك عن كليباتك، عن اعمالك، بنشوف يمكن اوقات في تركيز على القصه، كيف تبلشي تشتغلي على الكليب؟ يعني بس تكون الغنيه موجوده، كيف تطلع الفكره معي، كيف تشتغلي على الكليب؟ هلا مثل كل حدا، يعني الغنيه اول شيء بتشوفي كلام ولحن، والفنان كشكل يعني وكشخصيه شو ممكن تطلعي منه. اذا فنان كثير استاتيك ما بيتحرك، ما فيك تحطيه بشيء فيه رقص واستعراض، مش كله قصص. مرات بعمل اشياء استعراضيه، او بعمل قصه مثل كور متراج صغير فيه انه مساج بدي اقوله، عم بحكي عن ما بعرف، عن العنف ضد المراه، عن العلاقات بين الرجل والمراه، يعني حسب الغنيه اذا يعني سريعه، ايقاع سريع او بطيئه، بعدين حسب انا كيف مودي، يعني قبل الزواج شيء، بعد الزواج شيء، بصير في افكار جديده، بتغير الافكار او بصير في افكار جديده. جاي عم لقته اليوم بعمل فكره في قتل، فكل واحد حسب موده. بس اجمالا الافكار حلوه عم تكون. الحمد لله. جاد، ايمتى بتحس انه الكليب عم بيزيد على نجاح الغنيه، وايمتى لا يمكن بيترك الغنيه بمحلها؟ هيك في كثير اوقات، يعني من اول اكزامبلات كليبات بالعالم العربي وبالعالم الغربي، في اوقات كليب نجح غنيه، في اوقات غنيه ما عايزه كليب تنجح، يعني كان سوبر بروموسيونيل يعني للغنيه. بقى كل حاله بدك تاخذيها استثنائيا تدرسيها، شو النجح اكثر، شو الساعد، ممكن اثنيناتهم يكونوا كملوا بعضهم، بس دائما لازم يكون، يعني انا بعتبر الكليب بحد ذاته فن، مش انه بس سوبر للغنيه، هي عم نحط الغنيه بمشاهد كرمال ندعم الغنيه، لا، هو بحد ذاته. دايور صار الديبا كثير كبير بهذا الموضوع من وقت ما طلع يوتيوب، في كثير شركات انتاج عملوا يعني تخانقوا شوي اذا بدك مع يوتيوب، لانه بيعتبروا الكليب بحد ذاته هو فن، وهو عمل لازم ينجح يما يفشل انديبندمون من الغنيه، وما كان بدهم يعني يعطوا الحقوق ليوتيوب. في عالم بيعتبروا انه الكليب بس سوبر كرمال ينجح غنيه، الغنيه هي العمل الاساسي. انا من يلي بفكروا انه الكليب هو بحد ذاته عمل ممكن ينجح ويفشل غنيه، وممكن هو ينجح
انديبندامون من الغنية اذا نجحت يا مالا. هل بتوافقوا جادي رأيي في هالموضوع؟ ممكن تكون غنية كثير بشعة بس الكليب بيشقلها، يعني بتحس انه واحد بيحضر الكليب بس ليشوف شو عم بيصير بينسى الكلام. هلا هي ما منيحة كمان للفنان يعني مش منيحة، بس انه بتصير مرات. او في كليبات يعني تكون غنية رائعة كلها احساس بس المضمون ما فيه شيء، يعني ما ساعد الغنية بضعفها. اكيد اكيد في كليب في اغاني مثلا بيكون فيها اغلاط بالكلام بنصلحهم نحن بالفيديو. وانا برايي هلا اذا ما تصور اي غنيه ما تصورت مزبوط ما بتوصل بسرعه يعني اذا تصورت بتوصل اسرع اكيد. اذا ما تصورت برايي انا بتضل لوكال يعني بمطرح معين صغير، بينما يمكن يعني اكبر مثل جانجام ستايل قد ايه شو عملت هيدي تصورت. فبرايي انا اذا جد يقطع لنا لا كله لازم نمشي الشغل انه لازم بفتكر كل اغاني تتصور. اذا علمت شوي بالسوق بينت انا برايي لازم نسلط الضوء اكيد ونصورها. بتصير بتوصل اسرع وبتوصل بطريقه اوسع يعني للعالم، بصير عندها كله على الانترنت أكتر. يعني بتشوفي كل شيء فيديوز يعني أكيد. طبيعي. فادي ليه عم بيصير في كثير اتهام بسرقه افكار نسخ افكار؟ يعني قد الواحد مسموح يستوحي من اعمال اخرى من اعمال من برا؟ هلا قبل يعني وقفت الحاله، هلا قبل شيء 5-6 أشهر يعني صاروا ينكمشوا كثير وينفرموا كثير، عرفتي؟ وصار في على يأذوا بالكلام وعلى السوشيال ميديا، بطل يرحمهم، فهيدا خوف بعض المخرجين او خوف بعض الناس. هلا بتستوحي اوقات مش كوبي بيست عم نحكي، يعني الموضه فيكي الموضه بتنتشر اول اراوند ذا وورلد، يعني بتاخذي الموضه كمان، بتاخذي موضه الالوان. انا برايي شوي ديكوريشنز بنستوحي لانه هن انا برايي عم ياخذوا حقهم ليقعدوا، يعني بياخذ ميوزك فيديو بيقعد شهرين ثلاثه قابض حقه هو ببيته لحتى يجي يعمل احلى ميوزك فيديو، هاي مصاري عمول. نحن بيكون معك جمعه لتعمل ميوزك فيديو، اوقات ما بنكون اخذين اجرتنا مزبوط، بدك السهل الممتنع. ففي بعض الناس بتاخذ اذا بدك. هلا بالنسبه لي انا موقف، يعني ما بحب هاي الشغله خاصه هلا، ومش حابب ابدا ادخل فيها. بعدنا يعني هلا كليب فنان نجوى كرم تشوفوه باذن الله قريبا، كله اور اون كرياتيفيتي. اذا بدنا باللاوعي واحد تبعه صح. يعني انا يمكن لانه كبران عم بحضر كليبات، في اوقات بحب نفذ مشهد يا ماشي بيكون عن جد مش قاصد انه، بس انا لانه يمكن من انا وصغير مأثر بمشاهد لتسي كليب مارتن سكورسيزي لباد تبع مايكل جاكسون، باللاوعي تبعي بفكر انه حدا بده يرقص لازم نحطه بجراج يا ماشي، ما بيكون الواحد قصدها، يعني العالم بتفكر انه لا متهم. انا اوقات بستقصد اني اعمل مثل تريبيوت لشيء كثير مشهور، مثل حتى ما مادونا عملت بزمانات تريبيوت لمارلين مونرو بدايموندز اور جيرلز بيست فريند، عملته بماتيريال جيرل. اوقات واحد بيستقصد تيعمل هيدا الشيء لانه بحب الكليب ولانه عم يعمل له تريبيوت، بس لازم يفرجيه مزبوط مش يبين انه هو ناسخ يعني. واذا بدنا نطلب منك جاد انه تكون عم تصوت لكليب بال 2012 اكيد بنستثني اعمالك، اذا بدك تصوت لكليب لك حبيت انا بحب كثير شغل فادي لانه بيتخطى يعني بياخذ مبادره انه يعمل افنتور مع نفسه، انه يعمل شيء بعد اصعب، يعني بتصوت لكليب كباب بدلي ما بيوقف بالزون دو كونفور تبعه انه انا هذا اللي بعرف، لا بيطور حاله. بحب شغله، بحب شغل ريندلا، بحب شغل سعيد، يعني كمان سعيد عمل شيء كثير حلو مع مايا دياب. في كثير اعمال يعني موجودين على الساحه، بس انا اذا بدي صوت حصوت لحالي ما قلنا لك نستثني صوت لحالك. ريندلا برايك وين نقاط الضعف اكثر شيء بالكليبات هلا بشكل عام؟ هلا حسب هلا ككليبات هالسنه يعني نزلوا ما مش كثير كتار، يعني بتشوف هالقد في كليبات ممكن تصوت يعني تحطي تقولي انه واو. في كليبات بينزلوا انه مرور الكرام، وفي كليبات بتعلق عليهم ممكن يكونوا يعني ثلاثه اربعه اهم كليبات. في بيدجي فايت بال هيدا، في قصه قدام واحد يكون ذكي يلاقي هالشغله اللي تقدر تعمل انه يا شوك يا تعمل شيء انه كيف عملوها هالتصوير او هيدا. في عندك نقطه ضعف قلتي قصه الكوبي باست، انه ممكن واحد يستوحي فكره بس مش ضروري ياخذ الكادر مثل ما هو مع الحركه نفسها، يعني هيدا شيء وهيدا شيء ثاني. بس هلا عم نشوف يعني نحن بالعالم خصوصا بلبنان كليبات عنا كثير ادفانسد كتكنولوجي، ككليبات عم فرجي برا انه عم بيقولوا لي انه عن جد شغلنا كثير قوي، كثير انه ليفل كثير عالي. فلازم كمان شغله قصه المخرجين نكون نحن ايد شوي وحده، مش كل واحد عرفت
حبيبتي، هيدي الشغلة أنا دايما مسلط الضوء عليها. أنا شغلة أنا أوقات بقترح ان اشتغل مش لحالي كمخرج ومسابقة، وعملتها انا ما عندي مشكلة، انا دايما قايلتها عملتها مع الله يرحمه يحيى سعادة، يعني اشتغلنا على كليب لألي كان سوا، كان كثير حلو بس لانه كنت انا الفنان، بس اوقات مثاقبة اني انا اقول خلينا نشتغل كونسبت انا وحدا ويتنفس مع حدا تاني، ليش لا؟ صايرة كثير بال 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 بالغرب في اوقات تطلع فيوجن حلوه في اكيد في اوقات عالم، مثلا توم فورد اللي هو من الـ من الـ من الفاشن عمل فيلم كان عايز حدا اكزيكتيف معه، في عالم هن بيكونوا دير فوتوغرافرز مثل هيلموت نيوتن وجان باتيست موندينو، فاتوا على مجال الكليبات عملوا كو دايركشن مع حدا تاني. هون نحن شوي ما بتثائب، يعني انا يا ريت بدعي لهالشيء، ما عندي مشكل فيه على امل انه نشوفها تكون موجوده. حكي هلا فينا هيك عم نحكي، لا بس قدام الكاميرا قدام الكاميرا في كومبيتيشن، في لا لا من هون عم انا سبق وعملتها في كومبيتيشن، بس عم بحكي انه نحن مثلا بس تلاقى اوكي في من يعني نحن مخرجين كتار اوكي وفي كومبيتيشن، بس كل واحد عنده ستيل وكل واحد عنده فانز له، عنده فنانين اللي بيشتغل معه، بس انه ليش ما بيكون هالقد في هال تعاون، ما بعرف هالشغف انه يكون في كونتاكتس اكثر، او انا كثير عم بحلم ما بعرف. نحن ممكن نقبل الفنان بدك يقبل، بلكي الحلم يبلش هون ويصير حقيقه بعدين، بلش طيب هون اوكي نبلش بعدين. جاد شويري، فادي حداد، رندا الأديح، اهلا وسهلا فيكم، تشرفنا بوجودنا واكيد موفقين بوجودكم معنا، موفقين ان كان بالميوراكس واكيد بمشاريعكم القادمه. ثانك يو، ثانك يو لك، ميرسي.